الفطار يا ريس هيما. تشكر سعيد، جبت الزيتون؟ اه طبعا، زيتون يوناني كلاماتا معتبر. وادي الباقي. جدع سعيد. يلا عاد افطر معايا. لما تفتح النفس اقعد. تشكر. ايه مكسوف؟ اعمل لك سندوتش؟ كنت بتشتغل ايه في اسكندريه سعيد قبل ما تيجي هنا؟ كنت في المدرسه في الثانويه العامه وما جبتش مجموع. الله يخرب بيتك. ابويا قال لي ما تستاهلش لقمتك. الله يخرب بيت ابوك. طفشت. وجبت الشغل هنا بقى. اذا كان هو عايزني اخش طب وانا ما بحبش اذاكر علوم ولا عايز ابقى دكتور. مش عايز تبقى دكتور وعايز تبقى حرامي يا اخي يا اخي. ده ترجع واللي ما بتحبوش تحبه، فاهم؟ الكتب تاكلها اكل وترجع على رجل ابوك تبوسها. حد لاقي إيه؟ ابوك عايز يعلمك. اقعد افتح. مش عايز تبقى دكتور؟ اديك على وشك اخنفك. عايز ايه يا جابر؟ ايه؟ ما بقيتيش عايزه تشوفي وشي ولا ايه؟ سايب مطرحك ونازل هنا ليه؟ لا ابدا، بس كنت فاهم ان ده مطرحي. اطلع فوق يا جابر وما تنزلش الا لما ابعتلك. انا كنت دراعك اليمين اللي عمره ما خانك، تبعيني عشان حته عيل؟ اطلع فوق يا جابر. حاضر يا ديدي. حاضر يا مدام. عجبك المنظر؟ عجبني الوش. تحب الهدوء؟ هدوء؟ أنا عمري ما عشت في هدوء ولا حسيت بيه. كلمني عن نفسك شوية. أنا فندم حرامي ابن حرامي. بس أنت دلوقتي مش حرامي. يعني ما بقتش حرامي قوي، مهرب. حرامي على نضيف. يعني أنا حرامية؟ لا يا فندم العفو، ازاي؟ حد يقدر يقول كده؟ انتوا كبار قوي، انتوا عمامنا، احنا اللي صغيرين، احنا اللي بيتقال علينا ولاد كلب حراميه. كان نفسك تبقى ايه يا هيما؟ اي واحد زي ما خلق ربنا العايشين، ابوه رباه كويس وخلاص. انا هيبقى حرام كده؟ هتخوفني منك. يعني انتي كنت مطمنه لي قوي. الو. ايوه يا سعاده الباشا. حاضر على طول. لا لا، مسافه السكه بس. اوكي. راح فين الراجل؟ عايزني. راجل مين؟ طب ما احنا رجالة برضو. دي سرقة. يعني أنا حرامي يا ابن الحرامية؟
طب وديني سرقه يا واد الكتم اللي خلص عليه. انت حرامي واخد الاس من تحت. يا تخرس اجيب لك لوغه. سيب الواد. نعم. اديله فلوس. ياخدها بالاصول يا اخويا. معاك فلوس تلعب تاني يا واد؟ ما انتوا خدتوا كل اللي معايا بالسرقه. معاك فلوس تلعب، ما معاكش يبقى غور من وشي. وما سعيد. تلعبوا ايه؟ سيف. ماشي. اشوف فلوسك. عايز ايه؟ خد سيف. كمان سيف. هات الكوبري بخمسة دولار. تخسر. خد سيف. هات الكومي برضه بعشرة دولار. تخسر برضه حبيبي. 400 دولار. هات بيهم الكومي برضه. انت ما حرمتش؟ يلا حبيبي هوينا. كفيني اللعب ده. ايه ده؟ جنيه. لو تروح تشتري بيه ترمس في مصر. العب بايدك مش بلسانك. ماشي. هحسبه لك بدولار ولو انه ما يسواش. عايز ايه؟ خد سيف. هات اماره. نعم اخويا. هات البيت الطيبه. ماشي. دولار اسماعيل. منين؟ مخلص على الكل. بالسرقه ولا؟ لا ما حرامي. بلاش قلة ادب. الفلوس دي مش من حقك ومش هتاخدها. هاخدها. بقول لك مش هتاخدها. ايه ده انت وهو؟ تعملوا ايه؟ حرامي لها فلوسنا كلها. اخرس. بقيتوا شرفة كلكم. سايبهم يتخانقوا يا اسماعيل؟ ابدا يا مدام، اصلهم كانوا بيلعبوا. كفايه لعب بقى، خمدوا. الراجل عايز حاجه تسافر بكره الصبح. تعال معايا يا هيما. بص يا دايان، بقاش تلعب تاني. اشرب. ايدي وجعتني.
اصلا انا لا مؤاخذه ما بشربش. ليه؟ لا ابدا، الخمر حرام. مستحرم الخمره وانت شطان؟ يا فندم شطان ايه؟ ده انا غلبان قوي. تصدقي مره سرقت واحد على محطه سيدي جابر في اسكندريه. الراجل كان بياع زبده وجبنه قريش. الراجل ده كان واقف كده مثلا، في خمس دقايق جيت حواليه كانت محفظته معايا ورحت ماشي. اتلفت ورايا لقيت الراجل ده عمال يصوت: فلوسي فلوسي يا عالم، فلوسي الناس اتسرقت يا خرابي، وقعد يلطم. بيني وبينك الراجل صعب عليا، رحت راجع له قلت له: فلوسك دي يا عم، المحفظه دي بتاعتك؟ راح موطي على ايدي وقعد يبوسها، بوس ايدي وقعد يدعي لي: ربنا يسترها معاك دنيا واخره، ربنا يكفيك شر ولاد الحرام.